الضغط الرهيب المثمر السريع عن الأهداف التي حدثت في هذه المباراة ونتيجة 6-0 لصالح المنتخب المصري. وهو ما حدث في الدقيقة الرابعة عندما تلقى أحمد الكاس تمريرة متقنة من مجدي طلبة المحترف والعائد إلى صفوف المنتخب المصري القومي، ويضعها برأسه بإتقان على يمين حارس المرمى الأوغندي، وهو أمام حضراتكم وفرحة الهدف الأول. في هذا اللقاء أحمد الكاس الحقيقة تفوق على نفسه واستطاع أن يسعد جمهور الإسكندرية وأن يسعد جمهور مصر في القاهرة أيضا وفي كل مكان على أرض مصر. يحرز أحمد الكاس الهدف الأول للمنتخب المصري، وكان هذا الهدف هو بداية الاستمرار الهجوم المصري، وتوالت الفرص الضائعة من الفراعنة حتى استقل أحمد ساري بقاربه إلى خط 18 داخل المنطقة الصعبة لفريق أوغندا، ويحرز أحمد ساري الهدف الثاني بعد 8 دقائق، وليعلن بعدها الفريق المصري عن تفوقه وسيطرته الكاملة والتامة على مجريات الأمور في الملعب. الشوط الأول انتهى بأربع أهداف متتالية لأبو جريشة والكاس وساري، وسيطر الفريق المصري فعلا على مجريات الأمور في الشوط الأول وفي الشوط الثاني أيضا لينهي اللقاء لصالحه 6-0. بهذه النتيجة تصدرت مصر قمة المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة وبرصيد الأهداف 24 هدف وعليها هدف واحد، وجاءت الجزائر في المركز الثاني بفارق 4 نقاط بفوزها على تنزانيا 2-1، واحتلت أوغندا المركز الثالث برصيد 10 نقاط، تليها تنزانيا ثم السودان وأثيوبيا، وصعد من هذه المجموعة مصر والجزائر. أما عن باقي المجموعات فإن المجموعة الأولى أسفرت عن تأهل زائر بصدارتها للمركز الأول برصيد 7 نقاط، وصعدت معها الكاميرون لحصولها على نفس الرصيد بالفوز على زيمبابوي 1-0. في المجموعة الثانية صعدت ليبيريا إلى نهائيات جنوب أفريقيا بعد صدورها المركز الأول برصيد 10 نقاط، وذلك على الرغم من خسارتها أمام السنغال في اللقاء الأخير 0-3، ولحقت بها في النهائيات تونس أيضا بعد تعادلها مع موريتانيا في آخر مباراة. المجموعة الثالثة كانت بطاقات الصعود من نصيبي فريق غانا وسيراليون، فجاء الفريق الغاني على القمة برصيد 10 نقاط ثم سيراليون بفارق 2. وفي الخامسة المجموعة الخامسة صعدت الجابون وزامبيا. أما في المجموعة السادسة صعدت أنجولا للمرة الأولى لكأس أفريقيا بعد صدرتها للمركز الأول لمجموعتها برصيد 14 نقطة، تليها موزمبيق لتتأهل هي الأخرى للنهائية. وفي المجموعة السابعة والأخيرة تأهلت الكوت ديفوار وبوركينا فاسو ووصولهم إلى جنوب أفريقيا، في حين خرجت المغرب من التصفيات. وهذه هي إحدى لمحات نجم الإسكندرية ونجم منتخب مصر أحمد الكاس، وكرة متقنة لمحمد صلاح أبو جريشة لتسكن الشباك، وهذه كما تلقب كرة القدم في الكتاب، وهدف جميل أيضا. يعني الحقيقة أحمد ساري أيضا نجم الإسكندرية والنجم الجديد الصاعد الواعد في منتخب مصر يبشر بالخير، لأنه كما لقب في الصحافة المصرية أن قدمه ورأسه تعرف الطريق إلى المرمى، زي ما احنا يعني شايفين دلوقتي ان هي هجمه فرديه وقطع بها يمكن مشوار طويل قوي من نص الملعب ورايح ناحيه الجون وبتركيز عالي قوي بكره على الارض في منطقه صعبه جدا. بيظل المنتخب المصري في الشوط الثاني هو المسيطر، هو صاحب الكلمه العليا، وهدف جميل لاحمد الكاس الثالث ليه يكون هاتريك في هذا اللقاء ويسعد جمهور مصر كله سواء في الأسكندرية أو في القاهرة أو كل مصري خارج جمهورية مصر العربية. الحقيقة كان عرس للكرة المصرية، ويمكن كانت هذه المباراة هي بمثابة الصلح بين الجهاز الفني بقيادة محسن صالح وعلاء نبيل مع جمهور الكرة
المصري لأنه كان غير راضي عن أداء فريقه أمام الجزائر. وهدف جميل يسأل عنه طبعا حارس مرمى أوغندي. وأنا عايز أقول أن فعلا أوغندا فرقة مش قليلة كانت بتهاجم أيضا، لها بعض الفترات التي اتسمت بالندية مع الفريق المصري، ولكن فارق الخبرة وفارق المهارات وفارق طريقة اللعب وخطة اللعب كانت كفة المنتخب المصري هي الأرجح بستة أهداف جميلة نظيفة في شباك.